أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لإنسان أن يتكئ ويضع رجلا فوق رجل، أم أن هذا غير جائز لما ورد في الحديث أنها صفة للرب جل جلاله ولا يجوز لأحد أن يتصف بها؟ الرب يضع رجل على رجل، قال هذا لا مانع أنه يجلس ويضع رجلا على رجل ويمد رجليه ويكفها، من يمنعه من هذا؟ الواجب أنه يستر عورته فقط، وأما كيفية الجلوس فيجلس أي جلسة أسهل عليه. نعم.